ما بيقدرش يبقى على
ووتر سوليبل يعني برافو عليك يعني ووتر سوليبل ينفع حاجه ووتر سوليبل تشتغل على حاجه ووتر سوليبل صعب جدا الحل ايه الحل الوحيد اني اقلل الماده الليبل الووتر من سوليبل غصب عنها لازم تكون ووتر سوليبل ازاي نعملها عمليه اسمها لبن الميلك اللبن يقول لك من رحمة ربنا ان الباء اللي في الميلك اوريدي ايمالسيفاي هو اصلا ايمالسيفاي هو اصلا مجزأ ووتر سوليبل يبقى بالمنظر ده جاستريك لايبيز يقدر يشتغل عليه بسهوله وتالت سبب اصل والله جاستريك لايبيز بيحب يشتغل على الشور والميديا من شبه الاسد ومن رحمه ربنا برضو ان التاج اللي في الملك الفاتي اسد اللي فيه من الشور والميديا شين فاتي اسد يبقى يا شباب لو سالت في الامتحان ليه جسمك كويس هو اهم وظيفه في الانفا يبقى عندك الاجابه اهي هاي بي اتش الملك اوريدي ايمانسيفاي وبيحب يشتغل على الشرط الميديا بتشيل مين؟ فاتي الاسد. طب يا ترى بس الكويتيز بيشتغل في القطر؟ لا ما يشتغلش في القطر، اشمعنى؟ عشان البي اتش بتاعت الاستمرار لو، امال مين بقى اللي بيشتغل في القطر؟ تالت واهم واحد في القطر ده اسمه بنكرياتيك لايبيز. وعايزين نتعلم حاجه. هنعرف ان شاء الله في الاناتومي في النص الثاني من الابدومين ان يا شباب الانتستين بيفتح فيها في الديوتينوم حاجه اسمها البنكرياتيك دكت قناه واصله من البنكرياس بتنقل الانسايز من البنكرياس لغايه الانتستين فهو اسمه بنكرياتيك لايبيز لانه بيتكون فين؟ في البنكرياس يمسك الضغط لغايه ما يوصل لمين؟ للانتستين يبقى السايت اوف اكشن بتاعه مين؟ الانتستين فالموست امبورتنت انزايم للدايجيشن اوف
فاتي اسيد يعني كوليسترول يعني كوليسترول يعني كوليسترول اتاتش اتوان فاتي اسيد ده بيساعد على منظمه ايه اخرى الليبيد واخر واحد لايسو فوسفوليبيد سمعنا عنه جاي في السنه الاولى لايسو فوسفوليبيد يعني فوسفوليبيد مكسور ليه مكسور لان انت شفت منه الفاتي اسيد في البوزيشن نمبر هنعرفك ساعتها لما ناخد الفوسفوليبيد يبقى احنا عندنا اربع فاكتورز بيساعد على الديموكسيفيكيشن اوف الليبيد مين الفور فاكتورز دول؟ اول واحد يلا مين؟ بايسولف تاني واحد مين؟ فوسفوليبيد والاثنين اللي بعد كده في السنه الثانيه مونو اسايد كوليسترول ولايسو فوسفوليبيد مش هتجيبه تاني ما ينفعش يا ولاد ده بنكريات لايبيز ده اهم لايبيز في القطر لازم تبيعها ده انا لازم اتاكد بنفسي ان الانزيم مسك في الليبيد طب اعمل ايه؟ في كمان بروتين اسمه كولايبيز واضح الاسم كولايبيز يعني اللي بيساعد فيه اللايبيز الكولايبيز ده بروتين ده بيبقى سكريتد من البنكرياس وظيفته انه يبايند البنكرياتيك لايبيز مع الفات يا تخيلوا بيمسك البنكرياتيك لايبيز بنفسه ما بروتين استراكشر في شيء يخليه يمسك البنكرياتيك لايبيز ويبقى اتاتشد للفات عشان نتاكد ان البنكرياتيك لايبيز اشتغل على مين؟ على الفات يبقى المنظر ده البنكرياتيك لايبيز عشان تشتغل على الفات في خمس حاجات بقى بيساعدوا مش اربعه بس أربعة يعملوا ايموسيفيكيشن للكربون واحد اسمه كولايبيز بيساعد على فايتنج بتوين البنكرياتيك لايبيز اند الفات بروبليت. بعد ما شفنا البنكرياتيك لايبيز وهو بيشتغل ويمسك في الدراي اسايد كوليسترول عايزين نعرف ازاي هيعملوا هايدروليسيس. الى عشان تعرف ازاي هيعملوا هايدروليسيس هتلاقي الدايجرام في صفحة 77 هو ده اللي انا هقوله دلوقتي. ازاي البنكرياتيك لايبيز يا ترى بيعمل هايدروليسيس للدراي اسايد كوليسترول؟ من معلوماتنا زمان قالوا لنا ان الكوليسترول 3 فاتي اسيد سوري 3 الكحول 3 كربون و 3 او اتش يعني سي اتش 2 او اتش سي اتش او اتش سي اتش 2 او اتش بالمنظر ده بما انه في 3 او اتش يبقى ينفع اشرب في قضايا في كم فاتي اسيد؟ 3 فاتي اسيد بكم استر بوند يا اولاد؟ ب 3 استر بوند بالمنظر ده يبقى هنا في او ده الفاتي اسيد رقم واحد ده الفاتي اسيد
نمبر 2 يحطوا هنا في الكارت نمبر 1 مين شاطر بقى نسمي معايا المركب ده يبقى اسمه ايه 1 مونو اكسايد بدل ما نسمي 2 مونو اكسايد جليسرول لا انا دلوقتي هسميه 1 فتاني أسئلة دي ما هياش مهمة أوي الفوسفوليبيد عايزك تعرف عنها
كده. اللي مسؤول عن الدايجيشن او فوسفوليبيد اسمه فوسفوليبيز اي 2. يعني ايه 2 بقى؟ عشان تفهم هفكرك بسرعه كده. مين هم الفوسفوليبيد؟ الفوسفوليبيد دي عباره عن كوليسترول اتش تي 2 فاتي اسيد. فاتي اسيد نمبر 1 وفاتي اسيد نمبر 2 فوسفين واتش كمان لاخر جروب. ازاي؟ فاكرين زمان كنا بنقول لكم فوسفاتيدايل كولين، فوسفاتيدايل سانولامين، فوسفاتيدايل سيرين. الاسيتون ان شاء الله لما ناخد الميتابوليزم بتاع الفوسفول يا شباب. الفوسفولايبيز اي 2 واضح الاسم بيكسب فاتي اسيد بس في الكربون نمبر كام؟ عشان كده اسمه فوسفولايبيز اي 2 يا شباب. ده لما يكسر الفاتي اسيد في الكربون نمبر 2 بيديني مركب اسمه لايسوفوسفوليبيد. يعني بقى لايسوفوسفوليبيد؟ يعني فوسفوليبيد مكسور. تبقى عارف انه عشان يشتغل محتاج اثنين كو انزيمز. الاثنين كو انزيمز كالسيوم للمعركة مش أكتر. هي الأكلة احنا كلها اتفقنا اسمها كوليسترايل إستر. يعني إيه كوليسترايل إستر؟ كوليسترايل إستر اتفقنا يعني كوليسترول سائل فاتي أسيد في بنت اسمها إستر. يبقى اسم الإنزيم اللي يكسره يبقى اسمه كوليسترايل إستريز. لأنه هيكسر الإستر ما بين الكوليسترول والفاتي اسيد يطلع كوليسترول لوحده فاتي اسيد لوحده. التو انزيمز دول محدش بيتسال فيهم. تبقى عارفهم احتياطي وبيقول لك في معلومه في الكتاب ان الفوسفوليبيد كمان ممكن تبقى ابسوربنت ويزاوت دايجيشن. كل الكلام اللي فات هنتسال فيه ازاي؟ اكسبلين في الجاستريكلايبيز مهم قوي بيجي ساعات في الامتحان والام سي كيو بتاع البكتيريات لايبيز. انت الحمد لله اوضي صوت. احنا الحمد لله ولاد عرفنا الدايجيشن اوف بعد ما عملنا دايجيشن وهضمناهم في الانتستين لازم نعمل لهم ابسوربشن. ابسوربشن يعني امتصاص. طب يعني ايه امتصاص بس عشان تفهموا؟ هو يا ولاد هو انا لما اكل اي حاجه هل انا كده دخلتها جوه جسمي؟ طب ده لعلمكم في ناس بتعتبر ان جي اي بي في الشارع الجاستروانتستينال تراكت كله مش تبع جسم الانسان. ليه؟ اصل هو فوق مفتوح على الماوس، تحت مفتوح على الانس، يبقى المنظر اي حاجه انت بتاكلها انت لسه ما دخلتهاش جوه جسم الانسان. عشان تدخلها جوه جسم الانسان لازم تنقلها من الانتستين لغايه البلط. وطبعا تعرفين اول بلط بيقابلنا من الانتستين سيب اسمه بوردك بلط. في البوردك سيركيليشن قدرت بتعمل العمليه دي يبقى انت فعلا عملت عمليه اسمها ابسوربشن. تعالوا نشوف ازاي نعمل ابسوربشن للليبيد. انا هرسم الرسمه اللي هو الكتاب رسمها تقريبا في صفحه 78 رسمه معقده شويه. هرسمها ونفهمها وهقرا معاك كل الكلام ده. تعالوا نفتكر هي ايه نواتج الدايجيشن. عم تفتكر اول حاجه الترايا سايكلز. فاكرين كنا وصلنا 72% لحاجه اسمها 2 مونو اسايكلز و 6% 1 مونو اسايكلز بالاضافه
ممكن يحصل لهم absorption. كل الحاجات دي بالاضافه الى كمان الفاتي اسيدز وعلى فكره فكرت بحاجه، كان في تقسيمه للفاتي اسيدز بناخدها زمان في سنه اولى، فاكرين الفاتي اسيدز اللي بتطلع دي ممكن تكون من النوع شورت chain او medium chain او long chain fatty acid. دي نواتج الدايجيشن. انا لما عملها في الرسمه دي، بص باشا عايزين نعمل بعد ما عملنا نواتج للدايجيشن دي عايزين نعملها absorption، واتفقنا ان absorption يعني معناه انك تعديه من الانتستينال سيل وتوديهم لغايه فين؟ البلط. عشان تعديهم اصلا جوه الانتستينال سيل لازم تجمعهم مع البايل سولز. ايه ده؟ هي البايل سولز جايه هنا منين؟ انت ما جبتليش سيرب من الليفر. زمان برافو عليك، واحد قال لي من الليفر. زمان في السنه الاولى اخدتوا حاجه اسمها انتيرو هيباتيك سيركيوليشن. ايه الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن دي؟ بايل سولز تجار ليفر انتست ليفر انتست ليفر انتست. عشان كده اسمه انتيرو يعني انتستن، هيباتيك يعني ليفر، انتيرو هيباتيك سيركيوليشن. يقول لك تجمعهم مع البايل سولز وتدخلهم في صوره كوره. الكوره دي سميناها مثل اكتب عليها الصفحه 77 في اول صف اللي هو الابسوربشن اوف الدايتري ليفل. بيحصل ازاي؟ البايل سولز مع البرودكتس بتاعت الدايجيشن بتعمل حاجه اسمها ايه؟ مثل. وخلي بالك من الكلام عشان هو ده الكلام اللي بيجي لنا في الام سي كيو. يبقى لو سالت نواتج الدايجيشن بتنتر الانتستين ازاي؟ بتنتر في كره اسمها ايه؟ مثل. عشان في كرة تانية هناخدها بعد شوية. لما يدخلوا الانتستاينال سيل في مركبات في اي بي. المركبات الفي اي بي على طول تروح للبورتال سيركيوليشن. مين المركبات الفي اي بي دي؟ الشورت تشين فاتي اسيد، الميديم تشين فاتي اسيد، والبايل سولز. طب مكتوب فين الكلام ده عشان تبقى عارف؟ للاسف الكتاب كتب الكلام ده في صفحه 78 فوق الرسمه على طول، والجليسترول كمان معاه، والجليسترول كمان من البي اي. المفروض لما تقدر تيجي تذاكر تذاكر الاربع مركبات دول اصلا الاول. اشمعنى عايزه تذاكرهم الاول؟ لان دي مركبات سهله ما حصلهاش اي حاجه في الدنيا غير ان البايل سولز والشورت والميديم تشين فاتي اسيد والكوليسترول عدوا دايركتلي وصلوا لغايه فين؟ البورتال سيركيوليشن. يبقى اللي بيوصل هنا الشورت والميديم تشين فاتي اسيد والكوليسترول والبايل سولز. اكتب كده عشان تفتكر وانت بتذاكر. دي مركبات في اي بي تقدر تدخل على طول من الاكسترنال للبورتال سيركيوليشن. المشكلة في باقي المركب. طب تعالى نشوف مين باقي المركب. خلاص احنا كده مش عايزين ده، مش عايزين بايل سولز، مش عايزين شورتي ومين كان تشيل فاتي اسيد، مش عايزين الكوليسترول. باقي المركبات هندخلها جوه الانتستاينال سيل ونشوف ازاي نوديها في اللقط. هو مين باقي المركبات اللي عندنا؟ دو مونو اثايل جليسترول، وان مونو اثايل جليسترول، كوليسترول، لايسوفوسفوليبيد وفوسفوليبيد، وبالاضافه الى لونج تشين فاتي اسيد. ما ننساهاش، هو احنا اللي عديناهم بس مين ومين؟ الشورت والميديا. هتحصل مفاجاه دلوقتي. المفاجاه يا اولاد ان فكره الابسوشن بتاعت الليبيد ان هعمل عمليه اسمها ريكونستراكشن، اعاده بناء. مش الكتاب مش كاتبها بس بقى نفسك عشان تفهم. ريكونستراكشن اعاده بناء
ايه؟ هتلاقي فعلا 10 دقايق هتلاقي ان انا قلت لك ان الاسماعيل لايبيز ده ولاد مهم في الدايجيشن ولا الابسوربشن؟ في الابسوربشن اعرف ان الاسماعيل لايبيز اللي هو الكتاب كاتب جمله في صفحه 76 كاتب لك عليه كلمه في منتهى الاهميه انه بيهيدرولايز بس الوان الكونفرجن بتاع الجليسرول اللي يرجع بعد كده الجلوكوز عشان يخش الجلايكوليز. تمام. هو الجلوكوز هيستخدم في الليفر فقط لما تسافر في الجلوكوز دي هقول لك ان الجليسرول هيستخدم وفي بس ليفر وكيدني بس. كل حاجه تانيه في الليفر وكيدني. الكتاب ضحك عليا ما قاليش في الجلوكوز تمام؟ ليه؟ اهميه الجليسرول كايميز ده في الليفر وكيدني اكبر بكتير من اهميته في الانتستاينال سيل. هو في الانتستاينال سيل هو بيعمل ايه؟ ده يا دوب بيشتغل بس على الجليسترول بس اللي جاي من الواد مونوسايد جليسترول بس عارفين اللي بنسبته كام في المية؟ 6%. يعني ده ليه اهميه قوي ولا مش اهميه؟ مش اهميه قوي عشان كده عمرنا ما بنقول لك هو موجود كمان في الانتستاينال سيل. لانه اكتر اماكن مهمه فعلا موجود فيها مين؟ ليفر وكيد. لكن الجليسترول اللي طالع من الواد مونوسايد جليسترول بس عايز اشتغل عليه بنظام اسمه جليسترول كايميز. واحنا اتعلمنا ده اي كايميز انزيم بيتريا بيعمل ايه؟ فوسفوريليشن. فوسفوريليشن من ايه؟ من اي تي بي. هي بتقول فوسفوريليشن من اسطول. ليه؟ ما انت لو خدت بالك قبل كده جلايكوجين فوسفوريليز ما هو بيعمل فوسفوريليشن بس ده بيعمل فوسفوريليشن من اورجانيك فوسفيت. من اورجانيك فوسفيت. الاستنباط دي هي اللي خدت بالك منها اثناء الفلكس المكرره تتحكم بالطريقه دي. يلا. يبقى الجليسترول كايميز هيجيب اي تي بي وياخد منها فوسفيت ويحطها في الكربون نمبر 3 تحت الجليسترول يعمل مركب اسمه جليسترول 3 فوسفيت. الجليسترول 3 فوسفيت اقدر زي ما هنعرف بعد كده الفاتي اسيد لوحده ان اكتف ما يقدرش يدخل في التفاعلات الكيميائيه. برافو عليك. مش اسايل بقى بس اسمه ايه؟ اسايل كويس. عايز تفهموا عشان نفهم يا ولاد كل اللي بعد كده. الفاتي اسيد ده ان اكتف لازم اعمل له اكتيفيشن. عشان اعمل له اكتيفيشن لازم اخليه يتحد مع مركب اسمه كو اش او كو انزيم ايه اللي هنعرفه ان شاء الله من اخر السنه ده. واحد من فيتامين بي 5 فالنوستريك اسيد يدخل في التركيب. يا شباب لما تخلي الممكن شفه دي اسيد يتحد مع الكو اش يبقى انت عملت مركب اسمه اصايل كو اي. وطبعا في فرق ما بين اسيد طايل وايه واصايل وايه؟ اكيد انا هقول في اول السنه. ده كربون تيز. اسيد طايل وايه ده ده كربون تيز بس. لكن اصايل وايه لاي فاتي اسيد. طب ازاي نخليهم يتحدوا مع بعض؟ بانزيم هنعرفه بعدين بالتفصيل الكوبري اسمه اصايل وايه سنسيتيز. وخلي بالك من تيز. ليه؟ ياخد اي تي بي. استخدم الاي تي بي. الاي تي بي. فنحوله للوم بيتشيل اصايل وايه؟ اللي يقدر يتحكم مع الجليسترول
فيرجعوا الى طريقه صيد جنس. يبقى انت هو الحمد لله عملت ريكونستراكشن للطريقه صيد جنس. عملت منين؟ من الجلسترو اللي جاي من الوالد وهو صيد جنس. بس انت كان عندك كمان توبر اصيد جنس. انت بدات عندك توبر اصيد جنس وده فاضل له كم فريق اسد؟ واحد. لا اثنين. الاثنين هو يعني توتي معناها عدد الفاتي اسيد ولا البوستيشن بتاع الفاتي اسيد؟ البوستيشن بتاع الفاتي اسيد ده اسمه تومر اصيد جنس. يعني فاضل له كام فاتي اسيد؟ اثنين فاتي اسيد. يقول لك طب ما انت الحمد لله عندك اصيد جو ايه؟ اشطب معاه الاصيد جو ايه؟ هات اثنين اصيد جو ايه؟ واشطب معاه تومر اصيد جنس. يبقى انت دلوقتي عملت حاجه اسمها ايه؟ تراي اصايد جلسترو. كده خلصنا تراي اصايد جلسترو. ايوه عملنا له ريكونستراكشن. انتوا فاكرين تلميذ تاني عايز اعمل له ريكونستراكشن؟ الكوليسترول استر. الكوليسترول ده لو انت حطيت معاه وزن فاتي اسيد اكتب اللي هو الاصايد هو ايه؟ فيتحول لحاجه اسمها كوليسترول ايه؟ استر. عملت له ريكونستراكشن. مين تاني عايز اعمل له اللايزو فوسفوليبيد. طب ده كان ناقص مين؟ فاتي اسيد. هات يا عم اللايزو فوسفوليبيد حط معاه برضه لونج تشين اصايد وايه؟ رجعته مره ثانيه فوسفو ايه؟ يعني المفاجاه يا اولاد ان بعد كل ده في الرسمه اللي عندنا دي زي ما انت شايف في صفحه 78 عملنا ريكونستراكشن لمين؟ للتاب اللي بالاخر وفوقيها في مربع على الشمال في فوسفوليبيد وكوليسترول مين؟ استر. هم دول المركبات اللي عملنا لها ريكونستراكشن. عشان كده هقرا معاكم الحته دي وهقول لكم الحته دي في الاخر. لو اتسال في الامتحان بتتسال طبعا ام سي كيو محدش بيجيبها لك خالص كيف انا كمان بقول نهائي بس عايزين نفهمها. يقول لك ده هقراها معاكم من اول صفحه 77. ايه اللي بيحصل جوه الانتستينال سيل؟ قلنا ان الوان مونو اسايكلس من الانتستينال لايبيز بيحولوا كوليسترول و فاتي اسيد. بعد كده قلنا الفاتي اسيد ده اكتف ولا ان اكتف؟ ان اكتف لازم عشان تخليه بقى ان اكتف تحوله الى اسايد وي. ما تكملش قرايه عشان لو كملت قرايه هتلخبط نفسك. اقلب الصف معلش اقلب الصف. الجلسترول وخلي بالك الجلسترول هنا اللي جاي من بس من الواد كله اصلا الجلسترول بس هو ده اللي بيتحول الجلسترول 3 فوسفيت بانزيم اسمه جلسترول كايناز. يبقى انت كده عارف الواد كله اصلا الجلسترول مكونات راحت فين. ترجع تاني بعد ما قال لك الكتاب انه عمل لنا الاصايل فوقيه. قال لك بقى ده بنستخدمه في الريكونستراكشن. يبقى هي دي الحته بتاعت اعاده البناء. اعاده البناء مين؟ اول حاجه عندك التومر واصايل كليسترول تحط له تثبات اسيد يرجع الى تومي دراي اسيد كليسترول. عندك لايزو فوسفوليبيد تحط له فات اسيد يرجع الى اسمه ايه؟ فوسفوليبيد. عندك كوليسترول تحط له فات اسيد يرجع الى اسمه ايه؟ كوليسترول مين؟ استر. ولما تكتب الصفحه تلاقي الكتاب كتب حاجه قال لك الجلسترول سيليكوسبيد ده ممكن كمان يجي من الدهن. عارفين الدهن؟ والله يا دكتور اللي جاي من الجلوكوز. هنعرف ان شاء الله بعد كده ان شاء الله دلوقتي ان من رحمه ربنا يا اولاد ان تكوين الليبيد عندنا معتمد على الجلوكوز. اشمعنى؟ لان يا شباب لما انت تاكل جلوكوز كتير قالوا لنا كربوهيدرات ميتابوليزم اول حاجه تعمل عمليه اسمها بلايكوليسيس. اتبقى لك جلوكوز زي بابا ده 1000 جنيه صرفت 500 جنيه في البلايكوليسيس اتبقى لك 500 هتعمل بيهم ايه؟ كونفرجن تو جلايكوجينيس. اتبقى لك كمان فلوس تعمل بيهم ايه؟ ليبيدز بقى جلايكوجينيسيس تكوين الكلى. عشان كده لازم الجلسترول سليم يبقى معتمد اعتماد كلي ورئيسي على ذهب
الجلوكوز. فيها سي اي سي دي كوليسترول استر. تفصل في وفي كوليسترول وفوسفوليبيد. عايز الكوليسترول في البلاط. هتقابلني مشكلة. كبار. ان يا اولاد الفات وتر ولا انسوليبول؟ طب عشان هنحل في البلاط لازم نعمل ايه؟ خلي سوليب. لا لا اشيل على بروتين خلاص اشيل على بروتين اخليها تتحد مع بروتين فاعمل استراكشر بروتين عشان اخليه يبقى اوتر سوليب غصب عنه ويمشي في البلاط والبروتين يشيله في البلاط هعمله زي السيت رايت بروتين هعمل كوره ثانيه يبقى خلي بالك اول كوره كان اسمها ايه؟ ميسي خلي بالك دي دخلته بس من الانتستينال يونت للانتستينال سيل طب الكره الثانيه اسمها ايه؟ كايلو مايكرون ده واحد من انواع الريبوبروتينز اسمه كايلو مايكرون ايه قصه كايلو مايكرون بقى؟ لما تيجي تعمل الكوره رايك مين اللي تحطه جوه الكوره؟ مين اللي تخبيه جوه؟ الفات الماده اللي برافو عليك الوتر سيربل ولا مين الوتر انسوليبل؟ في الكور جوه الكور بيبقى فيه داء وكوليسترول استر لانهم اكيد هيدروفوبيك بره شويه في المواد نص نص ايه نص نص دول؟ رقم الانتيباتيك مين الانتيباتيك اللي عندنا؟ فوسفوليبيد وكوليسترول ومن بره خالص تحط اتنين بروتين عاملين زي الوتر ميكي ماوس اسمه ايه؟ واحد اسمه ابو ايه؟ والتاني اسمه ابو بي 48 ابو ايه وابو بي 14 دول اتنين بروتين انت سيادتك كده خلاص عملت حاجه اسمها كايلو مايكرو ليه سموها كايلو مايكرو؟ عايزين نعرف مايكرو لان الدايمتر بتاعها لس سان 1 مايكرو قطرها قيلوا لأنها ولأول وآخر مرة مش هتمشي بالأوربن سنتريج يا ولادي إحنا أي حاجة كنا بنقولها كنا بنمشيها فين؟ في الأوربن سنتريج قالوا لنا جلوكوز جلاكتوز فراكتوز قبل كده في الكربوهيدرات لما تعملوا أبزورشن تمشي فين؟ في الأوربن سنتريج هيقول لك الليبل البروتين بعد كده الأمينو أسيد لما تعملوا أبزورشن تمشيها فين؟ البورتر سيركيوليشن الوحيد اللي مش هيمشي في البورتر سيركيوليشن الكايلومايكرو امال هتمشي فين؟ دي هتمشي في الليمفاتكس في اللاتيالز والليمفاتكس باللاتيني لمف يعني كايل عشان كده سميناها كايلومايكرو يبقى يستمع عشان قلنا الكايلومايكرون يبقى دي هتدششك في الامتحان ان الكايلومايكرون دي بتمشي فين؟ هتروح لمين؟ للليمفاتكس عشان كده هتبص في الاناتومي لما تلاقي الليمف تلاقيه دهن فيه ابيض ابيض ليه؟ عشان فيه ليبل كايلومايكرون مش بس كده وانا واحد يا ولاد يتعور او يبقى عنده الصديق الصديق ده يطلع عليه ماده شكلها ايه؟ دهنية ايه المادة الدهنية اللي بتطلع دي يا ولاد اللي هي برضه مين؟ كايلومان ما جاية منين؟ من الليمفاتكس يبقى الليمفاتكس بتاعتنا كلها مش فيها ليبت الليبت اسمه ايه؟ كايلو مايكرون بيجي لك سؤال المي سي كيو في منتهى الأهمية يبقى الأبزوربينج فورم أوف ليبت لما نحب نمتص الليبت وننقله للبلاط هنعمله ابسوربشن ذا فورم اوف مين؟ كايلو مايكرو في منتهى الاهميه الكلام ده يبقى دي الابسوربت فورم اوف ليبت اسمها ايه؟ كايلو مايكرو
على كده صح؟ انا ليه؟ قلنا معنى الابسوربشن انك تنقل الكومباوند من النيو لغايه ايه؟ البلس. انت هتشوفها في الفلوس. هما ازاي هتوصل البلس؟ من معلوماتنا عن الصوره في سنه اولى قالولنا ان الفلوس بتفتح على الربط العقاري حاجه اسمها ايه؟ الصوره. يبقى في الاخر يا شباب الكيلومتر بعد ما تمشي في الفلك هتروح للسيستميك سيركيوليشن عن طريق الصوره في الضغط وهناك نسميها نيزل كيلومتر. نيزل يعني اوليه بدائيه لسه موجود لسه موجود. قبل فكره نيزل كيلومتر دلوقتي شكلها ايه؟ من جوه المستخبي جاز كوليسترول استر من بره في كوليسترول فوسفوليبيد والاثنين بتوع ميني ماوس الاثنين بروتين ابو ايه وابو بي بروتين ايه عشان تكبر لازم وهي ماشيه في البلاك السيركيوليشن يجيلها كمان انظر تو بروتين واحد وخمس واحدة خدناها لايف بروتين لايف نكمل المرة الجاية إن شاء الله. شكرا.